السلام عليكم ورحمة الله أخواني مشاهدي ومتابعي قناة يوسف تكنو. اليوم الفيديو هو نظرة سريعة على نظام جوجل تي في على شاشات تي سي ال بعد ما وصلنا نسخة من أجل التجربة وبعد استخدامها أيضا لفترة. الشاشة هتكون في هذا الفيديو هي شاشة تي سي ال C825 ميني LED، فخليكم معنا بهذا الفيديو. حياكم الله ويانا. إذن حبايبي كما تشاهدون هي هذه القائمة الرئيسية لجوجل تي في على شاشات تي سي ال. بالنسبة لاستخدامنا لجوجل تي في، طبعا جوجل تي في بشكل عام هو حيكون نفس الواجهة على مختلف الشاشات، سواء كانت مثلا من شاشات سوني 2021 اللي تستخدم واجهة الجوجل تي في أو غيرها من الشركات الأخرى اللي ممكن أيضا تستخدم الجوجل تي في. الجوجل تي في ليس نظام تشغيل مختلف، لكنه واجهة جديدة للشاشات نظام أندرويد. سابقا كانت الواجهات بالنسبة لنظام أندرويد 9 و10 و11 هي بهذا الشكل أو كما تسمى الأندرويد تي في، لكن شركة جوجل طورت إصدار جديد كما شاهدون هو هذا يسمى الجوجل تي في، وهو مشابه أيضا لجهاز الجوجل تي في الذي تم طرحه سابقا من قبل شركة جوجل اللي هو طبعا يعتبر كتي في بوكس. لكن بعد استخدامنا لهذا الجوجل تي في لفترة لاحظنا أشياء مهمة عديدة. أولا الذكاء الصناعي أو بالأحرى مساعد جوجل أصبح أكثر ذكاء، وخاصة أنه بإمكان استخدامه في الكثير من الأوامر وأصبح أكثر فهما واستيعابا لكثير من الأوامر اللي ممكن تعطيها، سواء أوامر بحث أو حتى أوامر مثلا تغيير إضاءة أو إيقاف أو تشغيل أجهزة. لكن أيضا لا تزال بعض النقاط قيد التطوير، وذكر أنه هذه النسخة هي نسخة ليست نهائية من جوجل تي في بالنسبة لشاشات تي سي ال، بالرغم أنه نسخة جوجل تي في تم طرحها في عدة دول على شاشات تي سي ال سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في اليابان أو كوريا، لكن ربما متوقع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا سوف يبدأ وصولها خلال الأيام القليلة القادمة. إذن حبا كما شاهدوني هذه الواجهة الرئيسية للجوجل تي في. أما كل التطبيقات فيمكن الدخول لها من هذه القائمة كما تشاهدون، جميعها موجودة في هذه بهذا الخيار هو عرض الكل. والعلم هذا أسهل مما كان سابقا، أنه كان علامة الزائد وكثير كانت من الناس ما تنتبه لهذه النقطة، وبالتالي الآن بإمكان أظهر كل التطبيقات بشكل أسهل. لكن أيضا نرجع لموضوع أنه بعض التطبيقات مثل سينمانا أو شبكتي متكلمين عن هذا الموضوع سابقا، وبالتالي يحتاج أنه تثبتها. أنا شخصيا الآن مثلا استخدم تطبيق سينمانا بلس. أما بالنسبة للبحث الآن بإمكان الضغط مباشرة كما تشاهدون حيظهر لك مع عدة خيارات، إذا كان شاشتك تدعم خاصية الفار فيلد فويس كنترول أو أنه يوجد زر مايك داخلي في الشاشة بإمكانك تشغيله وإطفائه، وبالتالي حاليا يجب تحويل لغة الشاشة الإنجليزية حتى يتفعل لديك خيار أوكي جوجل بدون ريموت، بدون ما تضغط زر مساعد جوجل بالريموت. أما ممكنك أيضا ضغط زر مساعد جوجل بالريموت وتفعيل مساعد جوجل، وبالتالي مثلا إعطاء الأوامر أو التحكم بالشاشة. عندك مثال سوف أقوم بتغيير مستوى الصوت في الشاشة لأنه لغة الشاشة عربي، فرح أضطر أنه أضغط الزر مساعد جوجل بالريموت، غير مستوى الصوت إلى 20. بكل سرور. أما بالنسبة لمتجر جوجل بلاي فأصبح من ضمن النظام نفسه، يعني أنه سابقا كان متجر جوجل بلاي يجب الدخول إليه بشكل مباشر، أيضا الآن بالإمكان الدخول إليه لكن تحتاج كيف حركة إضافية من أجل الدخول إلى متجر جوجل بلاي. الآن كما تشاهدون كأنما متجر جوجل بلاي الآن موجود أمامكم، هذا التطبيقات موجود في القائمة العليا اللي هي التطبيقات. أما المكتبة فحال أنه مثلا أي محتوى قمت بشراءه أو استئجاره من تطبيقات مثل نتفليكس أو برايم فيديو أو غيرها من تطبيقات المشاهدة أو البث المباشر مثل أمازون برايم وغيرها. أما هذه الخيارات فيظهر لك مثلا الآن اختصارات خيار أو تطبيق تي سي ال شانل اللي في بعض أهم التطبيقات اللي ينصح بتثبيتها، أو مثلاً سبوتيفاي إذا قمت بتسجيل الدخول بحساب سبوتيفاي للموسيقى إذا يعني كان عندك حساب، أو مثلاً هذا المتصفح أو اليوتيوب، وهذه الأمور اللي يظهر لك أهم
التطبيقات التي تقوم عادة باستخدامها على الشاشة الرئيسية. أما بالنسبة للإعدادات فبالإمكان الانتقال إليها بهذا الشكل بالاتجاهات، أو أنه ضغط زر الإعدادات بالريموت حتظهر لك هذه القائمة. الآن خلنا نتكلم عن التغييرات الفعلا مؤثرة بالنظام. طبعا شكل قائمة الإعدادات اختلف بشكل جذري، سواء إعدادات الشاشة، نتكلم مرة ثانية أنه الشاشة مستخدمة في هذا الفيديو هي شاشة TCL-C825 ميني LED. كما شاهدون في حالة الحسابات بإمكانك اختيار مثلا إضافة أكثر من حساب أو حتى إنشاء حساب طفل خاص، وبالتالي أنه المحتوى مثلا ظاهر على الشاشة كنتفليكس أو غيرها كلها يتم حجبها وإظهار فقط المحتوى المناسب لعمر الطفل. أيضا إدارة الحسابات في حال أنه مثلا تحب إضافة أكثر من حساب، وأيضا إعدادات الحساب. بصراحة كثير جدا من الإضافات اللي كانت سابقا فعلا مفقودة في نظام أندرويد للشاشات الآن تم إضافتها. الآن أحب كما شاهد أعطيكم بعض الخيارات. مثلا الآن هذا الخيار يفتح قائمة الإعدادات، كما شاهدون هذا الآن أصبح شكل الإعدادات للجوجل تي في. طبعا ممكن بعض الخيارات تختلف حسب موديل الشاشة، كما ذكرت أنه أيضا الآن شاشات سوني 2021 نظامها أيضا جوجل تي في. مع العلم أنه حيكون شرح كامل لهذا القائمة الإعدادات بعد صدورها بشكل رسمي إن شاء الله، لكن الآن هو مجرد استعراض سريع للجوجل تي في وأهم الميزات اللي يحتويها هذا النظام. كثير من الأمور احنا متكلمين عنها سابقا أيضا حتكون موجودة في هذا النظام، أيضا مع أمور وخيارات جديدة. مع الأسف أنه الألوان ليست دقيقة بشكل كامل، وتكلمنا عن هذا الموضوع في عدة فيديوهات أنه بسبب حساسية الكاميرا للشاشة. إذن حبايبي هذه كانت نظرة سريعة على الجوجل تي في وأيضا شكل القوائم لغاية الآن. صراحة أهم الميزات اللي حسيت أنه متوفرة في هذا النظام، أول شيء أنه النظام يوفر لك ذكاء صناعي أفضل، وهذا الأمر حيلاحظه الجميع عند استخدام مساعد جوجل مع الشاشة. أما النقطة الثانية فكسلاسة افضل من نظام الاندرويد تي في، واجهه الجوجل تي في نوعا ما صح اقل كانما تحس بها بعض الخيارات كسلاسه، وايضا النظام تحسه فعلا اصبح مصمم للشاشات وخاصه اللي عندهم اشتراكات مثلا في تطبيقات نتفليكس او اليوتيوب. الواجهه تحسها عملي اكثر وتقدم لك كل اللي تحب تشوفه بشكل مباشر. ايضا انه مع بعض الاضافات راح ايضا نتكلم عنها لاحقا في فيديو مراجعة كاملة للنظام، اللي يحاول النظام يقدم لك تجربة شخصية بأنه يسألك مثلا هل تفضل كذا فيلم، هل تفضل كذا مسلسل، من أجل يقدم لك المحتوى اللي أقرب إليك واللي يكون أكثر مناسب لاهتماماتك. لا ننسى أيضا أنه هذا النظام يقدم لك أيضا تحسينات لكثير من الميزات الأخرى، حتى من ناحية الألعاب ومن ناحية تجربتك كصورة
وكصوت، لأنه أيضا مو بس كنظام تشغيل، أيضا هذا النظام حيكون كتحديث مرفق مع تحديثات للنظام والصورة وغيرها من التفاصيل. إذن حبايب هذه كانت نظرة سريعة عن نظام الجوجل تي في بالنسبة لشاشات تي سي أو أيضا لجوجل تي في بشكل عام. متوقع أنه قريبا يتم طرحه لموديلات 21 والعشرين، بينما موديلات 2019 لغاية الآن صراحة لا يوجد لها شيء مؤكد من شركة تي سي ال، لكنه حسب اطلاعنا وحسب الأخبار الأولية أنه كل موديلات 2021 البي 725 سي 725 سي 728 سي 825 جميعها سوف تحصل على جوجل تي في. أما الموديلات 2020 فليس أكيد صراحة أي موديلات سوف تحصل على الجوجل تي في. كذلك بالنسبة للموديلات 2019 لغاية الآن لا يوجد تصريح رسمي واضح عن أي موديلات بالضبط سوف تحصل على الجوجل تي في، وأيضا حتى على موعد الإطلاق الفعلي، لكنه الآن فعليا تم إطلاقه بشكل رسمي بالنسبة لشاشات تي سي ال في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية. إذن أحبائي أشكركم على استماع وحسن المتابعة، أيضا المزيد من المعلومات وأيضا المزيد من الفيديوهات في الوصف الفيديو، كثير من الفيديوهات بالنسبة للشاشات نظام أندرويد سواء كأرسال البرامج وغيرها من الأمور اللي أكيد راح تفيدك واللي راح تتعلم منها كثير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو. أخوكم أبو يوسف.